أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. سافر مع الأزمان اقرأ سطور الكون، كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون. أصل الحياة رحلة فيها القلب رحال، مشاهد الرحلة أسرار وأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ منا ويسمع عن أطفال صغار في هذه الأمة صاروا أعلاما وأئمة فيها، صاروا رموزا، بدأوا حياتهم في صغرهم بطلب العلم، بثني الركب عند العلماء، باستغلال أوقاتهم، بتنمية مهاراتهم، حتى صاروا أعلاما وأئمة لهذه الأمة. من يسمع عن حبر هذه الأمة وترجمانها وترجمان القرآن فيها ابن عباس ما يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 9 سنين. كم تعلم؟ في أي مرحلة من عمره تعلم هذا العلم كله؟ من يسمع عن ابن عمر الذي كان يجالس كبار الصحابة ويسألهم النبي سؤالا فلا يعرف أحدهم الإجابة ويعرفها عبد الله بن عمر وهو صبي صغير؟ من يقرأ ترجمة وسيرة الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو غيرهم من أئمة الهدى يتعجب، منذ طفولتهم كانوا نابغين وكانوا نابهين، واستغل آباؤهم أو أمهاتهم أو من حولهم تلك المهارات وجعلوها في دين الله عز وجل حتى نفعوا الأمة بها. نحن اليوم أيضا مع موهبة قل ما تجد نظيرها في هذه الأمة، موهبة برزت عند صبي صغير ولا زال في العمر صغيرا، استغلها أبوه وأمه فربياه تربية صالحة تنفعه بإذن الله عز وجل إذا كبر. معنا اليوم ربما يكون أصغر طفل أو صبي يستطيع أن يخطب أو يخطب عفوا خطبة مفوهة لا يستطيعها كثير من الرجال في هذا الزمن. معنا في هذه الحلقة ابننا الصغير مسلم سعيد، حياك الله معنا. ازيك؟ اهلا بك. انت عاوز تقدم البرنامج ولا انا اقدم؟ والله اذا اتكلم في وجود حضرتك ليس من الادب ان يتكلم الاقدام في وجود الاعلام. ما شاء الله، اذا انا اسكت وادع لك البرنامج، ايه رايك؟ لا، حضرتك الامام الامير. الله يحفظك مسلم. انا سعيد جدا اني اقابلك في هذه الحلقه، وما راح تكون الحلقه لي ولا ليك، هي حتكون دردشة بيني وبينك. والناس أول شيء أظن راح يتعجبون منها شكلك الجميل هذا بهذا البشت، يقولون الشيخ نبيل بدون بشت والابن الصغير مسلم سعيد بالبشت ما شاء الله، بس جميل عليك، خاصة ربطة الرأس هذه جميلة. من يربطها لك عادة؟ أبي. أبوك؟ أبوك أظن ساعات أنا اللي بربطها نفسي. وأظن أبوك حاضر معنا في الاستديو موجود. مسلم، طبعا الناس تبي تعرف السؤال المهم، مسلم ايش قصته وما هي موهبته؟ انا ابي انبه المشاهدين ان مسلم راح تسمعون خطبته بعد شويه، خطبه جمعه او محاضره، وهو تعود ان يخطبها امام احيانا مئات، واحيانا في اكثر من مئات حضروا لك خطبه. والله انا خطبت في الحرم النبوي المسجد. طبعا على جنب، مش امام الناس كلها. الحرم النبوي امام الناس. أمام الناس. لكن مكيف. طيب قبل ما نبدأ بالغرائب هذه اللي قاعد أنت تفاجئني فيها، أنا حتى المحاور جئت بدون محاور طبعا في هذه الحلقة علشان تصير هي دردشة. أبي إيش رأيك تسمع المشاهدين خطبة مقتبسة من أي خطب اللي خطبتها من قبل، أخطب خطبة ولو كانت يعني مختصرة علشان المشاهد يعرف إحنا نتكلم عن أي شيء، فإيش رأيك تعطينا خطبة؟ أول شيء شنو الموضوع اللي راح تختاره لنا في الخطبة؟ إن شاء الله أتكلم عن فضل الرسول صلى
الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وأنا أرجو من المشاهدين اللي يسمع الخطبة هذه إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فهو البخيل. تفضل يا أخ مسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد إخوتي الكرام، سنتكلم اليوم عن حق مهم من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه من ضمن الحقوق الذي يجب أن يؤديها المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فالنبي أولى بهذا من أي أحد، ولما لا، وهو الذي علم الدنيا كيف تكون الرحمة بالمخلوقات، فلذا استحق هذا الوسام من الله. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولماذا لا نصلي عليه وهو الذي زكاه الله؟ زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في رسالته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. ما نادى الله على النبي في القرآن باسمه مجردا قط. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: يا نوح اهبط بسلام منا. قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال: يا موسى إني أنا الله. قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلما أراد أن ينادي على حبيبه وحبيبكم قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أحسنت أحسنت أحسنت. اللهم صلي على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إذا رأى أحدكم ما يعجبه، رجاء هذا حديث، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدعو له بالبركة، لنقل كلنا: اللهم بارك فيه ولا تؤذه، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا نموذج من خطب، وعند موسوعة خطب ابنكم مسلم سعيد نبي نعرف شلون وصل لهذه المرحلة. طبعا كم عمرك مسلم؟ أنا عمري 10 سنوات. 10 سنوات أبي كل واحد بخطب من وانا عندي 4 سنوات ونصف. مرة ثانية يقولوا تبارك الله ما شاء الله، من عمر 4 سنوات وهو يخطب، عيالنا 4 سنوات شو يسوون؟ 10 سنوات وينهم؟ طبعا هي موهبة، ونبي نعرف احنا في هذه الحلقة شلون وصل لهذه المرحلة، أبو شنو كان دوره، أمه شنو كان دورها، شنو ينوي انه يسويه في حياته المستقبلية. حياة مسلم هل هي حياة خاصة غريبة او غير عن الاولاد الثانيين، ام هي حياة مشابهة لكنه استغل وقته؟ راح نعرف هذا كله، لكن خلكم ويانا بعد الفاصل. Mm-hmm.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد إخوة الكرام عباد الله، أخي في الله اسمع ماذا يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إخوتي في الله، كيف الخروج من هذه الأزمة؟ ليس هناك بابا إلا بابا واحد، وليس هناك طريقا إلا طريق واحد، وهو طريق من تربع على عرش الأخلاق، فقد جعل الله له الأخلاق بساطا جميلا يمشي عليه مطمئنا. ألم تسمع قول الله تعالى وهو يقول: وإنك لعلى خلق عظيم؟ والخلق هو الطبع الذي خلق الله الإنسان عليه. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. فلو حقق الإنسان الأخلاق الحسنة لأصبح مسلما حقا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا ترى لماذا النبي بالذات؟ لأنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقالت أمنا عائشة عندما أرادت أن تصف أخلاقه، قالت: كان قرآنا يمشي. وهو القائل من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هناك شيئا أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من الخلق الحسن، فإن الله لا يبغض إلا فاحشا بذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أين الأخلاق يا أمة الأخلاق؟ إن الأمة الآن لا تعاني من أزمة اقتصادية، ولا أزمة سياسية، ولا أزمة قلبية، ولكن الأمة تعاني من هبوط حاد. لا أقول هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن الأمة تعاني من هبوط حاد في الأخلاق الإسلامية. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم عودا حميدا لأخلاق المسلمين. أحسنت أحسنت أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. ابني مسلم، طبعا كثيرين يمكن عندهم من العلوم، ليس فقط خطباء الدين أو الشريعة، عندهم علوم لكن ما يستطيعون أن يوصلوها للناس بأسلوب حسن. هذا فضل الله أولا وأخيرا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ابني مسلم، أنا أبي أسأل عن أول خطبة خطبتها في حياتك أمام الناس. أبي أعرف وين كانت، وكم عمرك كنت، وشنو كان شعورك وأنت تواجه الجماهير؟ كانت أول خطبة خطبتها في مسجد العز بالله بالقاهرة اللي هو الزيتون. فيعني لما خطبت كان عمري 4 سنين ونصف. أربع سنوات ونصف، وجامع كبير.